بسم الله الرحمن الرحيم برحب فيكو في فيديو جديد من فيديوهات مساق تصميم منشآت خرسانية واحد في هذا الفيديو ان شاء الله راح نتعلم كيف نصمم قواعد المبنى في مشروع المساق وكيف نرسم مخططات القواعد بس قبل ما نبدأ في التصميم والرسم خلونا نشوف ايش اهم المتطلبات اللي لازم تكون موجودة في مخططات القواعد وإيش أهم الاعتبارات اللي لازم نأخذها في الحسبان مخطط القواعد طبعا تكمن أهميته في شرح كيفية تنفيذ أساسات المبنى من خلال توضيح أبعاد القواعد وتسليحها وأماكن ارتكاز الأعمدة عليها إذا المخطط اللي احنا بدنا نعمله حيخذ المقاول وينفذ عليه قواعد المبنى اللي احنا صممناه المخطط هذا بيكون فيه الابعاد لكل انواع القواعد وبكون فيه تسليح كل قاعدة واماكن ارتكاز الاعمدة على القواعد لانه مهم جدا نكون بنعرف وين العمود مرتكز على القاعدة وقديش بيبعد عن اطراف القاعدة وخصوصا في القواعد المشتركة وفي ممكن اللبشة ايضا بحيث نشوف قديش القواعد ممكن تكون بارزة عن وجوه الاعمدة في الاتجاهين طيب المخططات المطلوبة للقواعد مطلوب منا ثلاث مخططات المخطط الأول بيكون مسقط أفقي للقواعد حنشوف إيش مكوناته المخطط الثاني مطلوب منا نعمل جدول أبعاد وتسليح نماذج القواعد وبنقول نماذج قواعد لأنه إحنا ما بنحط كل قاعدة في المبنى لوحدها لأ احنا بنشوف ايش القواعد المتشابهة بنعمل جروبات زي ما عملنا في التصميم الاعمدة وبنحط لكل جروب التسليح تاعه ابعاد القواعد وسماكة القاعدة زي ما هنشوف كمان شوي ايضا بنحط قطاع نموذجي يوضح المناسيب المختلفة للقواعد بكون في عندنا قطاع للقواعد زي ما هنشوف القطاع هذا بيكون عليه المناسيب او ممكن يكون عليه عمق الحفر ممكن يكون عليه اللي هو الابعاد القياسية للقواعد او الشكل القاعدة وين الضلع الطويل او الضلع القصير بحيث نعرف نقرأ الجدول تاع القواعد والتسليح ونأخذ منه المعلومات اللي بتلزمنا للتنفيذ المعلومات الاساسيه بمخططات القواعد لازم يكون مخطط القواعد زي ما حكينا المسقط الافقي للقواعد يجب ان يوضح كافه انواع القواعد الموجوده في المبنى يعني احنا المبنى تاعنا مش شرط يكون في نوع واحد من انواع القواعد ممكن يكون في قواعد منفصله ممكن يكون في قواعد مشتركه نتيجه مثلا قرب الأعمدة من بعضها نتيجة تداخل القواعد في بعضها نتيجة وجود قاعدة جار وبدي أربطها في القاعدة اللي جنبها زي ما حكينا في محاضرة تصميم القواعد فمش شرط يكون عندنا في المبنى الواحد نوع واحد من أنواع القواعد فأنا المسقط الأفقي بدي أظهر فيه كل الأنواع جنب بعض. وفي مخطط واحد رقم اثنين خرسانة النظافة أسفل القواعد يجب أن تظهر في المسقط في العادة بيكون عندنا خرسانة نظافة أسفل القواعد هذه الخرسانة بتبرز عن القاعدة مقدار عشرة سم في جميع الاتجاهات فهذه الخرسانة النظافة بدنا إياها تظهر في المسقط أيضا الأعمدة والحوائط رقم ثلاثة يجب أن تظهر في المسقط الأفقي بأكبر أبعاد لقطاعها زي ما حكينا في موضوع الشبلونة الشابلونة احنا بنرسمها على اكبر ابعاد لقطاع الاعمده والحوائط وايضا المخطط القواعد او المسقط الافقي للقواعد بنرسم عليه الاعمده باكبر ابعاد لقطاعها في العاده بكون عندنا اكبر قطاع موجود في الطابق الارضي وحكينا اذا كان ابعاد رقاب الاعمده اكبر من ابعاد الاعمده في الطابق الارضي بنحط رقاب الأعمدة وهذا اللي حنعمله احنا في مشروعنا رقم اربعه كتابة اسماء الاعمدة والحوائط على المسقط الافقي لازم المسقط الافقي تاع القواعد اللي محطوط عليه الاعمدة يكون على كل عمود الاسم تاعه وعلى كل حائط خرساني اسم الحائط ايضا رقم خمسه وضع ابعاد القواعد في الاتجاهين انا مخطط المسقط الافقي لازم احط ابعاد القواعد كل انواع القواعد احط البعد الافقي والبعد الرأسي زي ما هنشوف خلال الرسم رقم ستة في حالة القواعد المشتركة يجب رسم أبعاد تفصيلية على القاعدة توضح موقع القاعدة بالنسبة للأعمدة في الاتجاهين لما يكون عندي قاعدة مشتركة مش شرط يكون عندي القاعدة المشتركة السنتر تاعها بيجي في منتصف المسافة بين العمودين ممكن يكون في عندي عمود الأحمال تاعته أكبر من العمود الثاني وبالتالي بيكون القاعدة بارزة عند هذا العمود بروز اكتر من البروز عند العمود الثاني وبالتالي لازم انا في البلان تاعي او في المسقط الافقي اوضح الابعاد التفصيلية قديش بتبعد وجه القاعدة عن الاعمدة في كلا الاتجاهين طبعا سبعة ترقيم جميع القواعد بحيث تأخذ القواعد المتشابهة نفس الرقم F1 F2 للقواعد المنفصلة أو Combined Footing CF1 و 2 للقواعد المشتركة. زي ما حكينا احنا في عنا بكون في المبنى اه مثلا عشرين عمود انا مش كل عمود بصمم له قاعدة منفصلة انا بقسم الاعمدة هذه لجروبات زي ما هنشوف كمان شوي والجروبات هذه القواعد تاعتها المتشابهة بنسمي القواعد مثلا اف 1 اللي ابعادها متر ونص في متر ونص مثلا القاعدة اللي ابعادها متر وسبعين في متر وسبعين بنحطها اف 2 وهكذا يمكن وضع سماكة القواعد على المسقط الافقي بعض المهندسين بحطوا سماكة القاعدة على المسقط الافقي فبتبين عندي كل قاعدة قديش السماكة تاعتها بكون الابعاد الدايمنشن اللي انا حطيته على بلان بيوضح لي الابعاد الافقية والتكست اللي بحطه لسماكة القاعدة بيوضح لي السماكة والتسليح بناخذه من جدول القواعد في حال كان هناك مناسيب حفر مختلفة للقواعد وخصوصا قاعدة المصعد فيجب توضيح هذه المناسيب على المخططات غالبا بيكون منسوب قاعدة المصعد منخفض عن مناسيب باقي القواعد القواعد الطبيعية احنا في العادة بنأخذ منسوب الحفر متر ونص لكن قاعدة المصعد لأنه بئر المصعد لازم يكون نازل متر ونص عن منسوب الأحزمة الأرضية وبالتالي بتطلع القاعدة تاعته في منسوب منخفض عشان هيك لازم انا ابين اذا في عندي مناسيب مختلفة ابين هذه المناسيب على المسقط الافقي للقواعد نمرة عشرة بدي احط اتجاه الشمال على المسقط للسبب اللي حكيناه قبل هيك في الشبلونة عشان المقاول ينفذ القواعد في اتجاهها الصحيح في الموقع زي ما احنا شايفين في عنا مخطط نموذج لمسقط افقي لقواعد المسقط الافقي هذا مبين عليه أبعاد القاعدة القاعدة نفسها وخرسانة النظافة اللي بتبرز عشرة سم عن القاعدة هاي أبعاد القواعد موجودة عندي في الاتجاهين موجود العمود في مكانه حسب الشابلونة طبعا بأبعاد اللي هو رقبة العمود بكون أرقام الأعمدة موجودة عندي سي ون وسي تو وسي 3 إذا كان في عندي حوائط بده يكون الحائط مكتوب الرقم تاعه إذا كان عندي زي ما حكينا قاعدة مشتركة بده يكون في أبعاد تفصيلية قديش بتبعد القاعدة هذه الوجه تاعها عن وجه العمود في الاتجاهين وهكذا واتجاه الشمال بده يكون موجود عندنا هاي القواعد المتشابهة مثلا المتر ونص في متر ونص آه اسمها اف ون فبنلاقي هاي اف ون هان وبنلاقي اف ون تحت عند سي اتناش وبنلاقي اف ون عند سي عشرة وهكذا اف تو اللي ابعادها متر وتسعين في متر وتسعين موجودة عندي عند سي تو وموجودة أيضا عند C3 وهكذا وسي 4 هذا بالنسبة للمسقط الأفقي جدول القواعد زي ما احنا شايفين بكون في أنواع القواعد أو جروبات القواعد اللي أنا صممتها بكون عندي F1 F1 بكون مثلا الأعمدة رقم واحد وعشرة واثناش تحتي قاعدة F1 العدد ثلاثة زي ما احنا شايفين الأبعاد بكون متر ونص في متر ونص في سماكة أربعين سنتي التسليح طبعا بما انه القاعدة عندي مربعة بكون التسليح في اللونج دايركشن وفي الشورت دايركشن نفس التسليح لكن لو كان عندي قاعدة مستطيلة بده يكون عندي اللونج دايركشن رينفورسمنت غير الشورت دايركشن Reinforcement حسب ما اخذنا في التصميم وبكون عندي هذا اللي هو الشكل تاع حديد التسليح طبعا في الاتجاهين للقاعدة بكون في عندي جنشات على الجناب وبكون الطول الكلي بقدر احسبه انا واحطه تحت زي ما حنشوف كمان شوية هذا هو الجدول بنحط فيه كافة انواع القواعد بابعادها بتسليحها بشكل التسليح وبكون هيك عنا المعلومات كاملة عن القواعد اللي موجودة عندي طبعا اذا كان في عندي هذا الجدول للايزوليتد فوتينج لكن لو كان عندي كومبايند فوتينج بدي اعمل جدول جديد احط في نفس الجدول هذا لكن بزيد خانة للتوب رينفورسمنت بحط لونج دايركشن وشورت دايركشن ولا البوتوم رينفورسمنت برضو بحط لونج دايركشن وشورت دايركشن فبكون عندي خانتين جداد خاصين بالتوب رينفورسمنت والبوتوم رينفورسمنت هذا الجزء الثالث من مخططات القواعد اللي هو سكشن في القاعدة هذا السكشن زي ما حكينا بيبين لنا اللي هو المناسيب هي عندي منسوب الارض الطبيعية مثلا زيرو زيرو ببين لي قديش الحزام الارضي بيعلو عن وجه الارض قديش عندي عمق الحفر هي سالب متر ونص عمق الحفر ببين لي سماكة المد الارضية او اللي هي خرسانة النظافة ببين لي حديد التسليح القنشات تاعته قديش لازم يكون الاشاير تاعت الاعمدة فوق الحزام الارضي خمسين فاي احنا بدناش نخوض في التفاصيل هذه لانه مش مهمتنا في هذا المساق وان شاء الله في مساق تفاصيل انشائية اثنين بنأخذ التفاصيل هذه تاعت حديد التسليح ان شاء الله هيك بنكون احنا يعني خلصنا الجزء النظري بدنا ننتقل للجزء العملي من المحاضرة ونبدأ في التصميم تاع القواعد طبعا احنا اخذنا في المحاضرة تاع تصميم الاعمدة كيف نصمم الاعمدة وكيف نقسمها لجروبات وفي جدول اكسل عملناه الجدول اللي بين ايدينا هذا هذا الجدول بيحتوي على ارقام الاعمدة وكل عمود قديش الديد لود تاعه وقديش اللايف لود تاعه طبعا هذا الديد لود اللي موجود عندي لطابق واحد واحنا موجود عندنا عدد الطوابق خمس طوابق أنا القواعد بصممها على الحمل الكامل تاع المبنى يعني حمل الخمس طوابق. فبروح الديد لود هذا واللايف لود هذا ضربه في خمسة فبصير عندي الديد لود اللي بدي اصمم عليه واللايف لود اللي بدي اصمم عليه. قبل ما ابدأ اصمم أنا هنا في ملف الاكسل هذا مش حصمم تصميم تفصيلي. في ملف الاكسل حيلزمني فقط عشان اقسم القواعد لجروبات. وبعد هيك هروح انتقل لملف التصميم تاعي اذا كنت انا عامل ملف اكسل اصمم عليه القواعد بصمم كل قاعدة او كل جروب واذا مش عامل ملف اكسل بروح بصمم القواعد تاعتي يدويا الشغلة الاولى لازم نعملها اللي بتلزمنا في التصميم الجروبات او تحديد الجروبات اللي هي البيرنج كاباسيتي تاعت التربة طب نروح انا حاطين الكيو اللوبل نت طبعا الكيو ال بالنت انا بحتاجها عشان احصل على ابعاد آه القاعده الافقيه بأجمع الديد لود زائد اللايف لود وبقسمه على الكيو ال بالنت بيعطيني مساحه القاعده المطلوبه طيب احنا زي ما تعلمنا في المحاضرات انه المختبر ممكن يعطيني كيو ال بالجروس او انا كما يعني زي ما تعلمنا في الامثله اللي بين ايدينا انه احنا بناخذ الجروس لكن احنا في مشروعنا خلينا نعتبر انه الكيو اللوى واحد وعشرين طن على المتر المربع وبالتالي لو خصمنا من الكيو اللوى بالجروس خصمنا وزن القاعدة ووزن التربة اللي فوق القاعدة هيطلع عنا تقريبا الكيو اللوى بالنت في حدود 18 طن على المتر المربع طبعا هذا الرقم كفرضية كافتراض لكن ايش انتو بيطلع معكم في في المشروع بدك تحط الكيو ال او بالنت اللي بتطلع معك في الديزاين لكن انا هان كفرضية فرضتها 18 طن على المتر المربع طيب بنيجي هان بنحط الديد لود الكل تاع تصميم القواعد ديد لود اللي هو انا بدي اضرب الديد لود اللي هان في خمسة ديد لود بالطن واللايف لود ايضا بالطن الديد لود تاع القواعد بيساوي الديد لود للسقف الواحد اللي حسبناه قبل هيك ضرب خمسه واللايف لود بيساوي اللايف لود ضرب خمسه وبكرر هذا على كل القواعد اللي موجوده عندي من الاول للاخر بعد ما عملنا الديد لود واللايف لود بنجيب الاريا ريكويرد بكل سهوله للقاعده الاريا ريكويرد بالمتر المربع ايش الاريا ريكويرد بتساوي بتساوي بكل بساطه بنفتح قوس الديد لود زائد اللايف لود وبنقسمهم على البيرنج كاباسيتي او الكيو اللوبل نت تمام هيجي يقول بالنت وبنثبت الخانة هذه بنحط إشارة الدولار قبل حرف السي وبعده نضغط انتر تطلع عنا اللي هو المساحة الاريا ريكويرد للقاعدة اللي اسفل العمود هذا بكرر هذه العملية لكل القواعد وبالتالي هيك بكون انا حصلت على الاريا ريكويرد مساحة القاعدة المطلوبة طيب عشان انا لو انا بدي اصمم قواعد مربعة فقط فبتصير عندي البعد تاع القاعدة بيساوي جذر الاريا اللي انا حسبتها احنا بدنا نصمم في مشروعنا هذا كله قواعد مربعة الا اذا اضطرينا للقواعد المستطيلة حينيتها بنفرض البعد الصغير وبنخلي البرنامج يجيب لنا البعد الكبير زي ما تعلمنا في المحاضرات تاعت التصميم للقواعد اذا هنا عندي البي تاع القاعدة بالمتر ايش بتساوي؟ بتساوي السكوير روت لل ريكويرد فبيطلع عندي بعد القاعدة هذه محتاج انا متر وستة وستين سنتي في متر وستة وستين بكرر هذا الاشي على كل القواعد تطلع عندي ابعاد كل قاعدة بالضبط. طيب هل قلت كيف بدي اقسم جروبس؟ انا مش شرط اقسم جروبات القواعد نفس جروبات الأعمدة إذا الأعمدة عندي تلت جروبات مش شرط تكون القواعد أيضا تلت جروبات لأنه لو بدي أقسم تلت جروبات القواعد بيطلع عندي القواعد اللي للأعمدة اللي من هان من سي ستة لسي أربعة بيطلع عندي أبعادها كلها مترين وعشرة في مترين وعشرة في حين أن في قواعد محتاج فقط متر سبعين في متر سبعين عشان هيك أنا بقسم جروبات عددها أكبر من جروبات الأعمدة فباجي هان بشوف الأعمدة اللي موجودة عندي متقاربة بينها وبين بعض هانا محتاج أنا متر سبعين هانا محتاج متر تمانين هانا متر تلاتة وتمانين تقريبا متر تسعين بلاقي حال إنه مثلا ممكن أعتبر إنه هذه القواعد محتاجة أبعاد متر تسعين في متر تسعين واحد فاصلة تسعة في واحد فاصلة تسعة عممت البعد الأكبر على مجموعة القواعد اللي موجودة عندي هان. طيب القاعدة اللي بعد هيك أنا في العادة دايما بزيد عشرة سنتي ممكن عشر سنتي ممكن عشرين سنتي في البيوت السكنية لو زدنا بين الجروب والجروب 15 ل لعشرين سنتي بكون منيح هنا في المشروع تاعنا بدنا نعمل الفرق عشرين سنتي العشرين سنتي يعني بتصير القاعدة مترين وعشرة في مترين وعشرة بنشوف ايش القواعد اللي بتعطينا لحد مترين وعشرة وبتكون القاعدة كافية بالنسبة لها اللي هي لحد هان فبتصير عند المجموعة هذه كلها القواعد تاعتها مترين وعشرة في مترين وعشرة فالمترين وعشرة في مترين وعشرة بتكفي المتر ستة وتسعين مترين وثمانية مترين وسبعة وهكذا طيب بعد هيك بدي ازيد كمان عشرين سنت لحد مترين وثلاثين بلاقي ان المترين وثلاثين بغطوا لي هدول العمودين فبعمل ميرج مترين وثلاثين في مترين وثلاثين بزيد كمان عشرين سنتي مترين وخمسين بلاقي انه غطى اخر قاعدتين فطلع عندي اربع مجموعات من القواعد المجموعة الاولى متر وتسعين في متر وتسعين والمجموعة الثانية مترين وعشرة في مترين وعشرة ومترين وثلاثين في مترين وثلاثين ومترين ونص في مترين ونص انا هيك قسمت هاي الجروب قسمت جروبات القواعد وهنا بعمل ميرج وبسميه فوتينج ديزاين انا لحتى الان ما عملتش ديزاين انا بس مجرد قسمت الجروبات تاعت الاعمدة باجي هان بلاقي انه الاعمدة تاعتي اللي ارقامها سي اربعة و وحداش وواحد و14 بلاقي انه ابعادهم مثلا متر وتسعين في متر وتسعين وهكذا هذا الاشي بيساعدني اعمل الجدول اللي موجود عنا في المخططات طيب انا لقيت بدي اخش على الديزاين بتاع الجروبات هذه انا حصمم فقط اربع قواعد بتمثل لي كل قواعد المبنى القاعده الاولى اللي بتمثلها اف 1 الاحمال تاعتها اللي انا بدي اخذها في الديزاين اللي هي الديد لود الكبير اكبر ديد لود في الجروب هذه كلها في الجروب بتاعت الاعمده واكبر لايف لود اذا اكبر ديد لود عندي 56.9 طن واكبر لايف لود عندي في الجروب هذه كلها سبعه فاصلة تمانية تمانية فبروح ايش اعمل انا بروح على ملف الاكسل تاعي اللي انا بصمم عليه او ممكن اصمم آه يدويا لكن انا هخش على اللي هو ملف الاكسل اللي بصمم عليه هاي اللي هو سكوير فوتنجس واروح ادخل له البيانات تاعت الديزاين بحيث اصمم الجروب اف ون احنا في المشروع بتاعنا بنعتبر انه الاف سي يو اللي هو قوه البطون عنا بي 250 وبالتالي الاف سي برايم بنضربها في 1.8 بتطلع عنا 200 الاف واي 4200 زي ما حكينا بناخد ناخذ الالو بالسويل 21 الكونكريت ويونت ويت يونت ويت 2.5 طن السويل يونت ويت 1.7 الاكسبكيشن ديبث بناخد عمق الحفر متر ونص والكونكريت كفر سبعه سنتي ونص الديد لود زي ما حكينا سته وخمسين فاصلة تسعه واللايف لود سبعه فاصلة تمانيه تمانيه سي ون البعد الاول للعمود اربعين طبعا الجروب هذيك ابعاد الاعمده تاعتها انا باخد ابعاد رقاب الاعمده عندي اربعين في خمسه وعشرين سي تو خمسه وعشرين وببدا اشوف الديزاين تاعي بفترض سمكة القاعده اربعين سم وببدا اصمم بلاقي انه الريكوايرد فودنج ديبث متر و89 سم باخدها متر و90 فالقاعده اللي موجوده عندي متر و90 في متر و90 في 40 بفترض انه حديد التسليح عندي فاي 12 بشيك على البانشنج شير بلاقي البانشنج شير اوكي بشيك على البيم شير بلاقي البيم شير اوكي اذا السماكه اللي انا افترضتها ال40 سم كافيه لمقاومه البنشينج شير والبيم شير بروح لتسليح الرينفورسمنت بلاقي الرينفورسمنت المطلوب الرو بوينت 0017 أو أو اقل من المينيموم وبالتالي باخذ الرو مينيموم بلاقي انه القاعده تاعتي بدها 13 سيخ فاي 12 13 سيخ فاي 12 هيك انا بكون صممت القاعده عرفت ابعادها متر 90 في متر 90 وسمكتها 40 سم وتسليحها 13 فاي 12 بصمم كل الجروبات اللي موجودة عندي بنفس الطريقة وبدخلها على الجدول الموجود عندي في المخططات تلقيت خلينا نروح نبدأ نشتغل في المخططات زي ما حكينا قبل هيك انه بدنا نشتغل المسقط الافقي للقواعد على رقاب الاعمدة او على اكبر ابعاد لمقطع الاعمدة اللي هو موجود عندنا في الرقاب وبالتالي بناخد الاعمدة واسماءها نسخها على جنب بحيث نبدأ نرسم عليها المسقط الأفقي للقواعد طبعا بنبدأ نشتغل القواعد في اللاير تاعت القواعد هاي بنروح للاير فوتينج وبنشوف عنا اللي هو من خلال الديزاين تاعنا أو من خلال ملف الإكسل بنلاقي إنه الأعمدة هذي الأعمدة رقم أربعة وثمانية و و 1 وواحد 14 هذه أبعادها متر وستين متر وتسعين في متر وتسعين وبالتالي بنيجي بنرسم على الأوتوكاد دايمنشن واحد فاصلة تسعة واحد فاصلة تسعة هاي القاعدة الأولى طبعا زي ما حكينا بدنا نرسم خرسانة النظافة اللي بتكون أبعادها أكبر من خرسانة القواعد بعشرة سنتي فبنعمل أوفسيت بوينت واحد حطها لبرا طبعا القاعدة هذه بنسميها إف ون ننسخ تكست من هان بنسميها إف ون وبنرسم عليها الدايمنشن وعندنا في متر وتسعين في متر وتسعين وبنكرر هذه القاعدة على العمود رقم واحد نعمل موف من السنتر تاعها هاي العمود رقم واحد وبننسخها على العمود رقم أربعة وثمانية عشر وأربعة عشر هاي أربعة وثمانية واحد عشر واربعة إذا لقينا إنه في دايمنشن داخل هان ممكن نعمل له ميرور على الاتجاه الثاني على اساس يكون عنا تنسيق المخطط جيد القاعدة الثانية اف اتنين لقيناها في الديزاين تاعتنا في الديزاين تاعنا مترين وعشرة في مترين وعشرة فباجي دايمنشن دي اتنين فاصلة واحد واحد ممكن اغير انا لون القاعدة بحيث اميز اللي هو القواعد المختلفة عن بعض وبعمل اوفست بوينت واحد وبسمي هذه القاعدة اف تو وبحط الابعاد تاعتها اللي هي مترين وعشرة ومترين وعشرة وبعمل لها موف طبعا اف موجود عندي على الاعمده رقم ثلاثة واثنين وسبعة وستة واثناش و, 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 و فببدا في عمود رقم اثنين عمود رقم 2 وعمود رقم ثلاثة وستة فبنسخ هذه القاعده عند العمود رقم ثلاثة وعند العمود رقم ستة وعند العمود رقم سبعة واثنى عشر سبعة واثنى عشر لو لقيت فيه دايمنشن متداخل أيضا ممكن أنا اضبطه في الشكل بنكرر هذه العملية على كل أنواع القواعد لما نكمل اللي هو كل إبلان القواعد اللي موجود عندي لو لقيت انا في قاعدة عندي متداخلة مع القاعدة اللي جنبها او المسافة بينها وبين القاعدة اللي جنبها اقل من 20 سم مثلا او 30 سم ممكن انا اعمل القاعدة هذه قاعدة مشتركة بس احنا مش مطلوب منا نصمم قواعد مشتركة في هذا المشروع ان شاء الله في الفصل الجاي بنتعلم كيف نصمم القواعد المشتركة خلينا نكمل الرسم مع بعض ونشوف كيف شكل البلان بده يطلع معنا. بعد ما خلصنا رسم مسقط القواعد بنلاقي زي ما احنا شايفين انه القاعدة اللي تحت عمود سي عشرة والقاعدة اللي تحت سي 13 دخلوا على بعض صاروا متداخلين. فقلنا الخيار اننا نعملهم قاعدة مشتركة او نعمل القواعد اللي تحت سي عشرة وسي 13 قواعد مستطيلة بحيث يكون الضلع القصير في الاتجاه الافقي وبالتالي بكون بنعمل فراغ بين القاعدتين احنا هنعمل الخيار هذا هنروح على ملف الاكسل ناخذ احمال القاعده اللي تحت سي 10 وسي 13 بنلاقي انه الديد لود تاعهم اكبر ديد لود 88 طن واكبر لايف لود 16.9 طن وبنروح على ملف الاكسل تاعنا تاع تصميم القواعد المستطيله او بنصمم يدويا انا دخلته مع ملف الاكسل تاعي دخلت الاحمال التمانية وتمانين فاصلة سبعة خمسة وستاش فاصلة ستة تسعة ودخلت باقي المعلومات زي ما عملنا مع الايزوليتد فوتنجز او السكوير فوتنجز القواعد المستطيلة ودخلت السماكة وشيكت على شير والبيم شير ولقيتهم اوكي وبالتالي لقيت حالي بدي قواعد ابعادها مترين في تلاتة متر بدل مترين ونص في مترين ونص كقواعد سكوير فوتنج لقيت بدي لا لقى مترين في ثلاثة متر فجربت ارسم المترين في ثلاثة متر طبعا لقيت التسليح عندي في الاتجاه القصير يعني السيخ القصير اللي بده يكون موزع على الطول الطويل تاع القاعدة لقيت بدي اربعة وعشرين فاي اتناش والسيخ الطويل في اللونج دايركشن اللي بده يتوزع على المسافة الصغيرة لقيت خمسة وعشرين سيخ فاي اتناش عشان نشوف كيف بدنا ندخلهم على جدول القواعد فرحت انا رسمت القواعد المستطيلة فلقيت انه القواعد المستطيلة بطلع هيك الشكل تاعها ممكن انا القواعد هذه بما انها قريبة عندي اعملها بنفس الفكرة لكن انا خلاص بدي اكتفي بمثال واحد عشان نختصر الوقت هيك بلان القواعد صار عندي جاهز بدنا نروح لجدول القواعد طبعا جدول القواعد بناخده من المشاريع السابقة اللي بعتلكوا اياها فباخد انا الجدول هذا وايضا باخذ السكشن الجنرال او التيبكال سكشن للقواعد اللي بيوضح لي زي ما حكينا عمق الحفر متر ونص بيوضح لي انه هذا هو سمك القاعده الاتش بيوضح لي انه هذا ال الطول تاع القاعده ممكن لو كانت قاعده مستطيله يكون لها ال و B او بنسميها بعض الاحيان دبليو بيوضح لي شكل الحديد وقديش طول القنش هذه هذا جنرال سكشن بتاخذوه من المخططات السابقه فخلينا ناخذ احنا المخطط هذا بشكل كامل كاني انا باخذه من مشروع سابق وببدا اشتغل على مشروع جدول القواعد ايش موجود جدول القواعد فيه بروح انا مقسمه للجروبات اللي موجوده عندي اف1 واف2 اف3 واف4 لو انا عندي عندي عدد اقل بشيل الخانه اللي تحت لو عندي عدد اكثر بضيف خانات قد ما بدي انا اف 1 حسب ملف الاكس اللي صممت عليه موجود تحت القواعد رقم اربعة باجهان للاعمدة اللي موجود القاعدة اف 1 تحتيها بقول القاعدة رقم واحد ورقم اربعة ورقم تمانية عشر واربعة عشر اكم قاعدة موجود عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فباجي للعدد بحط خمس قواعد عندي ابعادهم الطول تاع القاعدة متر ونص في متر ونص واحد ونص في واحد ونص والسماكة عندي اربعين سنتي بحطها زيرو بوينت اربعة طيب قديش التسليح في الاتجاه الطويل والاتجاه القصير بما انه قاعدة اف ون قاعدة مربعة سكوير فوتنج التسليح في الاتجاه الطويل بده يكون عندنا نفس التسليح في الاتجاه القصير احنا لما صممنا لقينا بدنا تلتاش فاي اتناش بحط هنا 13 فاي 12 و13 فاي 12 طيب قديش ابعاد السيخ او مقاس الحديد او شكل الحديد اللي بده يطلع عندي الخط الافقي هذا عباره عن عرض القاعده المتر ونص وبخصم منه 7 سم ونص الكفر و7 سم ونص يعني بخصم منه 15 سم او اذا كانت القاعده معزوله عندي بخصم 5 سم و5 سم كفر فبالتالي بيطلع عندي الطول بخصم 10 سم من متر ونص بيطلع متر واربعين طيب القنشات هذول اذا كان سمكة القاعده 40 سم بعمل القنش هذه من 15 ل 20 سم اذا كانت السماكه زادت لحد 50 سم بعمل 25 يعني تقريبا القنش هذه بتساوي نص عمق القاعده او سماكه القاعده فانا عندي متر و 40 و20 متر و 60 و20 متر و80 فبحط هنا 1.8 متر طول السيخ اللي موجود عندي بكرر العملية هذه لكل القواعد اللي موجودة عندي هي اف اتنين الاعمدة رقم اتنين وتلاتة وسبعة او ستة وسبعة واثناش في عندي برضو هنا خمس اعمدة الابعاد متر مترين وعشرة في مترين وعشرة في خمسة وأربعين سنتي لقيت السمكة اللي محتاجها هنا وبدي ستاش تفاية اتناش في, في الاتجاهين بنكمل بنفس الطريقة وبنجيب طول السيخ بنفس الطريقة خلينا نأخذ اف اربعة عشان القاعدة مستطيلة ونشوف كيف بدنا نعبيها اف اربعة قلنا تحت العمود رقم عشرة عشر يعني في عندي عمودين فقط أبعادها الطول الطول اللي هو الطول الطويل بنحط اللي هو ثلاثة متر والعرض اللي هو المترين والارتفاع طلع خمسين سنتي الاتجاه القصير قلنا التسليح في الاتجاه القصير اللي هو السيخ القصير السيخ القصير طبعاً عنا بدي يطلع في اللي هو زي ما حكينا أربعة وعشرين في اتناش والسيخ الطويل خمسة وعشرين فاي 12 طب احنا هنا عشان نجيب السيخ طويل وسيخ قصير ممكن نحط نضيف هنا مقاس الحديد في الاتجاه الطويل ومقاس الحديد في الاتجاه القصير او بننسخ هذه لتحت وبنحط خانه جديده مثلا للاسفل ممكن نعمل ستريتش للجدول بنسخ هذي كمان مرة بنحط انه من السيخ الطويل الاتجاه الطويل عندي او القصير خلينا نبدأ في القصير القاعدة مترين اذا هذي بدها تكون متر وتسعين بما انه القاعدة عندي خمسين سنتي بحط هذي خمسة وعشرين سنتي فبيطلع خمسة وعشرين وخمسة وعشرين خمسين سنتي ومتر وتسعين فبيطلع عندي طول السيخ مترين واربعين في الاتجاه القصير. طب لما نجيب في الاتجاه الطويل عندي ثلاثة متر بحط أنا مترين وتسعين وأنا خمسة وعشرين وخمسة وعشرين فبيطلع عندي ثلاثة متر وأربعين تمام بس الأفضل إنه أنا أحط عمود جديد أحط مقاس الحديد في الاتجاه الطويل ومقاس الحديد في الاتجاه القصير بكون شكل الجدول أفضل عندي هيك بنكون إحنا جهزنا جدول القواعد جهزنا جهزنا المخطط العام أو المقطع العام في القواعد وجهزنا اللي هو بلان القواعد وهيك بكون خلصت هذه المحاضرة نلتقيكم إن شاء الله في محاضرة قادمة يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته